لو سمحت الفلوس بتاعت الراجل ايه؟ يا جماعة شاهدين، يا جماعة انتوا شاهدين، الفلوس اهي، الفلوس اهي، الفلوس اهي، مش راضي ياخدها والطفلة صغيرة عمالة تعيط. كلكم شاهدين الفلوس اهي. شاهدين يا جماعة، مش راضي ياخد التطوير بتاع الراجل وضربه، ضرب الراجل قدام بنت. تضرب البنت قدام ابوها، تضرب الراجل قدام بنته، على عشان خاطر الدين ده. انت ما عندكش عيال؟ شاهدين يا جماعه، شاهدين والله العظيم. انت يا رب، انت قلت له خد التطوع ما رضيش ياخدها منك، مش قادر ياخد فلوس، مش هسيبك. والله الفيديو ده لا يروح للوزير النهارده. انا عايزك توديه للوزير. التطوير بتاع الراجل ده مش هتروح. كل كان حضرتك بدل ما المشكلة، المشكلة بعد اذنكم يا جماعة، إن الراجل ده قطع تذكرته النص ونس وما عرفش ما لحقش ينزل من نص. الراجل بيقول له طب انزل الحبول قطع، قال له لا خد التطوير، يقول له لا. لا ماشي خد وضرب الراجل التطوير أهي. لا ماشي خد التطوير. التطوير أهي. الناس كلها مطلعة الفلوس.